الآن نستمع إلى الدكتورة صفاء عبد الفتاح. شاعر الأستاذ محمد الرفاعي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سعيد جدا، ده أول لقاء لي هنا. محمد الرفاعي من السويد. تحية ودي وتقدير لكل القامات الأدبية والإبداعية الموجودة. تدعم رسائل الشوق بغير الود ما تصل، رسائل الشوق بغير الود ما تصل، فالشوق بالود والإخلاص يتصل. من يصدق العهد ظل الود ديدنه، إن غاب عنه الخل كيف يحتمل. قصيدة بعنوان همسة. نعم، سمع القلب النداء بعدما غرد قلب حبيبي بهمسات شجية تطرب القلب بكل حروفها العذبة الندية، تشعر الشوق بصدري، تشعر الشوق بصدري، تأخذ القلب بحنين وروية. يسري حبي في دماها، يسري حبي في دماها، وحبها أيضا بصدق يسري فيا. يتسابق الإحساس فينا، يتسابق الإحساس فينا بالنبضات القوية. تحتويني بحنين، تحتويني بحنين، واحتويها بكل دفء بيدي. فاعذريني، فاعذريني، فاض شوقي بعد هجر كان منك وأسية. فارحمي قلبي بهمسة، ولك من التحية. شكرا للشاعر الأستاذ محمد الرفاعي.